انطلقت فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في القاهرة تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. تناقش القمة التي تستمر يومين موضوعات رئيسية كالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإعلام وتأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى. على مدار يومين تستمر فعالية النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تحت شعار إعلام يلهم شباب يبدع، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرعاية مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية. الشباب العربي لابد أن يتم إعداده وتسليحه بالتقنيات اللي بتخدم الأهم في الصناعات اللي احنا كلنا بنعاصرها، صناعة الإعلام. الإعلام بيواجه تحدي كبير، طبعا التقدم التكنولوجي صحيح بيساعدكم، ولكن في نفس الوقت الأحداث سريعة جدا جدا وبطريقة حادة، وبالتالي انا بشوف ان انتوا هيكون عليكم الفتره الجايه مسؤوليه كبيره ان انتوا ازاي تعيشوا المجتمع كله في يعني داخل الاحداث. النسخه الاولى من قمه الابداع الاعلامي العربي كان هدفها الاساسي او الرؤيه الاساسيه فيها هو فكره ترسيخ وجود منصه اعلاميه عربيه تعبر عن شبابنا العربي بشكل فعال ومؤثر. قدمنا رؤى كثيره في هذا الاتجاه، وتحديدا ان الاعلام المرجو او المطلوب او المستهدف في هذه القمه هو الاعلام الجديد او الاعلام الالكتروني. فعاليه القمه تتضمن عده جلسات نقاشيه حول الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الاعلامي وتاثير التكنولوجيا الحديثه على كتابه المحتوى، الى جانب الامن الرقمي للمؤسسات الاعلاميه والصحه النفسيه للاعلاميين. احنا تقدمنا بمبادرتين، المبادرة الأولى بأن يكون هنالك تأسيس للاتحاد العربي لأصحاب الصحف الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وكذلك قدمنا مبادرة تبني لكل الأفكار الشبابية. الإعلام له تأثير سواء كان تلفزيون، سواء كان اليوم من منصات التواصل الاجتماعي. الإعلام قادر أن يغير يعني مسار الرأي العام العربي. قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتعاون بين المؤسسات الإعلامية لمناقشة قضايا الإعلام المختلفة، إلى جانب اكتشاف الطاقات الشبابية في الإعلام وتعزيز الوعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.